capture d'écran. ماضي ساعة وثمانية دقائق فيها فيما أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل كان تحقتوا بينا توا وين ما كنتوا تسمعوا فينا من داخل تونس ومن خارجها على السوبر نتاعنا الكل الباج فيسبوك راديو اف ام ولا الشين يوتيوب اف ام تي في كالعادة كابتور ديكران معكم حتى الماضي ساعتين. ساعتنا الثانية فيها زادة بوستوات فيها الربح فيها زوز مناقلي قدامي. استنى لحظة هي واحدة بركة البسها المقالة الأخرى البسها في يد هاي ذكوري حريمي من نفس الطراز 350 دينار الزوز مع بعضهم مبروك على بوليهم تطلبونا على 31 380 ألف. وما زال عنا لغران كويز إلى حد الآن فما 600 دينار في الكانيوت شما زالوا 6 أسئلة وشوكر كل سؤال جاوب عليه بصحيح تربح 100 دينار مبروكين عليك. نبدأ تتسويت في البوست الرابع يا سيدك يا بن سيدك. البوست اللي جاي يخص مواطنين بالخارج بحكم اللي اتدخل معنا في فهم تونسي مقيم في اسكتلندا صرح وقال وياريت ما قال اش قال السيد عمناول عطلتي لتونس تكلفت لي ما يقارب ب 40 ألف دينار 40 مليون العطلة متاعه ما قالش قداش قعد وقت نجم يكون عامين العطلة الله أعلم ما حدش ليه هو قال محل تونس غلات صحيح ليبيي نتاع طائرات شرتو كي تبداو فامي نومبروز شوية معناتها البو والام وثلاثة صغار زادة كيف كيف تتكلف هبطوا عليه كالعادة مواطنين بالداخل وشاخوا بالتنبير احنا عملنا طلع على كومنتاريتهم فما اللي قال له يا معلم كان عملت مرمه ما تحسبهاش تابع العطله فما وحيد اخر جيني سيفيل الله اعلم هذا شنو الخطه اللي عنده في راسه ثم اعطاه مقترح قال له شوف اسمع مليح مليح راهو في صوره ما البلاد اللي تخدم فيك وتخلص فيك وتخلي فيك تصرف 40 ألف دينار اخطاك منها ايجا بحذانا دلعه وهو كراويت به برعوه واقصد ربي جاوك باهي حلو ياس حلو احنا هذا الكل شعلينا فيه اعطينا الاخت شقالت في الكومنتير متاعها هاي سيدك يا ابن سيدك حاضرين اش قالت للاختنا قالت هذاك مشى صرفهم على البناويت شوف معناتها كيفاش قاعدة تطيش في الكلام صرفهم على البناويت وجاي يتشكى باهي برشا كي روحت بسروالك ها 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 شوفك الضمار والفوكة هاي الاخت اسمها عالثالث معناتها الاسم واللقب اب فلان معناتها الزوج قايم الذات الفوتو بروفيل فيها الاخت لابسه البدله الزرقاء البافيت باينه في قاعه العمليات دخلنا البروفيل وعرفنا شنو هي المهنه بالضبط في الكور ميديكال نوصلوا نحكيو بالنيفو هذا فريمون حاجه تحشم ياسر انا السيد هذا كان يسمع فينا وهو راهو كتب كومنتير على البوست وضح وفسر اش قال ما هو قال تصرفهم على البناويت وجاي تشكى وباهي برشا كي كذا وشي دخلت البروفيل السيد شوف شنو نلقاه مهبط ما عندوش برشا نهار 19 جوان عامل سردية كاملة محتفل بعشرين سنة زواج هاو كمان 19 جوان 2004 حتى كشي ال 19 جوان 2024 واسم الزوجة موجود معناتها سيدي خويا البي كان حبيت تشكي انا النجم نعطيك البروفيل حقيقة ليه شنو طايش كلام كيكة في العباد وتضحك وتعدى انت عندك ومحترم حتى ستاتيو سوسيال متاعك يا اختي انت عندك نمر متاع محامي ذولي تحب تخدمه من قبيل يتكلم وتقول له وشكي يودي المحامي بيدو يستنى هو بشيشكي بالبناويت ولا بشيشكي بالحوانيت ولا بشيشكي بالاتهام في الشرف بالطعن هذي صحيح والله انا بالنسبة لي تطيح قدر معناتها توا فما برشا نساء ما يحبوش يكون يحكي معاهم بلغة معينة ما تحبش معناتها شكون يطيح لها قدرها على لي ريزو سوسيو وهي داخله في الراجل طيح له في قدره البناويت والسروال شو كان المستوى عاد حاجه صراحه تطيح قدر تطيح قدر باهي تصور المشي نتاعك قاعد يحوس هكا مثلا ولقى كومونتيرك قاعد تتفكر احساس باللي تخدم مبنج من الاخر مبنج من السيد اللي بعد الاب نتاعها مبنج واللي قبل الاب زاد بنجاته هي مربوطه الحكايه يقول لي مربوطه بستيريوتايب اللي ماشيه على التوانسه اللي عايشين في الخارج انهم
سامحوني في الكلمه مغفلين شويه جايين جايبين معاهم مشكاري فلوس باش يصرفوهم على على اللي يسولي ما يسويش. وهي هات يا بنات وهات يا خرجات وهات يا سهريات، راهو حنا مواطنين بالخارج رامي عانيهم الغربه. تو احنا كي نحكيوا في بعضنا نقولوا والله كان نخرج لعاد نرجع لها، هما حسب ما يحكيوا في تجربتهم يقول لك رانا عانيهم الغربه، ما تزيدوش علينا معناها باشاعات وحكايات فارغه طلعوهم علينا. كي نجيب انا معايا فلوس ونجي ما تطلعونيش زاد انا معناها سارقهم ولا نخدم في حاجه ما هي الشرعيه. وحاجه اخرى بربي لا تتهموهم بالوسخ هذايا، معناها وسخ هذا اسمه وسخ. المشكل فيش اللي عندها عرفتك اللي سبونتاني ريبونس مشات وملات هو راهو في إطار نظرية المقارنة الاجتماعية. ما احنا عنا ان بيزوان، معناتها ديما باش نقارنوا رواحنا. كي تقارن روحك بعبد عايش في مستوى خير منك، انا جو بونس لي هي الاستيم اللي هو عايش في مستوى باش تعرف فلوس هذوك. كي تقارن بروحك بعبد عايش في مستوى خير منك وما تنجمش انت تخلط له، تولي تحس بالحقد تجاهه. دونك ماذا بيه ماذا بيك تقزمه. ذاك علاش نلقى كومونتيرات يحبوا يقزموا العباد، والا كومونتيرات مثلا يسخروا من العباد. تحس روحك خير بالعبد وهي تسخر منه وتحب تزيد تطيحه. تحس روحك انت ما تخلطش النيفو نتاعو، ما تنجمش يعمل اللي هو يعمل فيه. تولي انت تتبث الحقد نتاعك عليه خاطر انت ما عندكش فلوس، ما تنجمش دفع 40 مليون باش يجي لتونس. هذول يزول المالديف وقالوا له تونس راه تبارك الله. على كل صديقي تحيه ليك وشكرا على التدخل نتاعك، خاطر الانترفونسيون صارت لهنا في فام. وكيما قلت لك المحامي يستنى، النمرو موجود، البروفيل موجود. اقصد ربي اقصد ربي يا سيدي يلا نمشيو تو سويت للجو اللي باش تربحكم هزوز مليلات من عند لابو الشريف برضو سونتر بقيمه 350 دينار. معنا صديقنا من نابل اسمه فارس، نسلموا عليه برشا. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا فارس. عسلامة راجع بيك ومرحبا بك كيف الكل اللي بحبك. شكرا شكرا. مرحبا يا غالي، صافا صحب خير؟ الحمد لله الحمد لله. وقيلة تبعد شوية من البلاصة اللي انت فيها، فما التكتيكة خاطر معاك يجمو يبعد من نابل يظهر. امشي بني خيار ادخل داخل فما ريزو ابعد على البحر، معمورة فيها ريزو البحر ريج بدرة. البحر البحر صوت البحر هذاك صوت الموج. هاو جايك هاو جايك سبحان الله. سيب بالك انت في منطقه صيد ممنوعه. راه الجو خويا ساهله ياسر اللي باش تربح. عندك ساعه خطيبه مدام صديقه؟ لا 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 ما عنديش. عندك مونجاله توجيه؟ عندك لشكون تهداها المونجاله الثانيه خاطر هما الزوز مع بعضهم راه نفس الموديل، واحد ذكوري واحد حريمي. مش مشكل، واحده ليا واحده للوالده ان شاء الله. حلو ياسر حلو ياسر في البار. اه يا سيدي الجو ساهله ياسر. عنا تروا ريبليك. انت تسمع راب تونسي؟ اكيد. حلو ياسر. احنا باش نعطيو ريبليك ناقصه كلمه بار من غنايا راب ناقصه كلمه اتور دو رول باش تلعب انت ومهدي وسحر. كل مره واحد يحاول يكمل الكلمه اللي ناقصه هذيك، جاوب واحده على ثلاثه صحيحه مبروك عليك. واضح؟ واضح. سهل ياسر. لهنا سؤال قبل ما نبداو، تحب تبدا انت والا تسيد لاما تخلي واحد من الجماعه اللي حاضرين بحذايا لهنا هو اللي قدم المحاوله الاولى لهنا مصيريه؟ يعني واحد من الجماعه اللي بحذاك يقدم هو. اختار مهدي ولا سحر؟ مهدي. مهدي يبدا هو الاول. حاضر؟ حاضرين. راني نطلعها تخسر انت يا راه، انا ومرات ما نفدلكش. بسم الله. لا لا لا, لا عندي كونفيونس انا باش نربح. حقرتني وراك. نيران صديق. يلا سيدي اغنيه سانفارا وامون. الاغنيه تقول ايدي في جيبي سيجارو حبيبي لابس سنتور. سحر لابس حيط. لابس حيط. اش تقول كشاية؟ لا عبد الحميد قياس هذاك. معلش لابس كاغول. اي عنده صنفرة كاغولات. لابس هدومي. عندك انت فراشية. غلط. لابس سبادري. غلط. لابسها. عندك انت مونجيلا. هاي مونجيلا في سهلة لك الدرجة. لبس كابوت. لبس كابوت. غلط. أنا لابس ومش لابس. الصوت غلط. يلا هاي محاولة أخرى عندك. كاسكيت. خطأ. لابس جيلية. غدرنا به يا سنفارة ربي يهديك. أما العجلة الدور يا سنفارة تعرفش اللي أخذت جيك يا سنفارة. إيدي في جيبي سيجارة حبيبي لابس جيلية جابها خاطئة. أنا عاودو نمشي وتوا للبارول الثانية. كيف كيف عندك الشواء تبدا ولا تخلي شكون يبدا في بلاستك؟ باك العاده كيف كيف نخلي لما عند شكون؟ سحر مهدي. عند سحر المهدي. عند سحر. باه الباره تقول من عند صديقنا تقشيره قال فما حلال فما حرام كاش كله باناشي مخلط معناه بانكا تحت ال
عندك. الحيط لا تحت الفرش غلط عندك انت تحت السور غلط علي الدواجي ما تصور عبدي خبي فلوسه تحت السور هو اش قال فما حلال وفما حرام معناتها هو يلم هكا ويلم هكا وين قاعد يحط في الفلوس فهمت كله باناشي خلوتي معناتها كي تفرت السره نتاع الفلوس نتاع تقشي باش تلقى هكا باش تلقى هكا اما وين بالضبط تحت شنو بانكا تحت الزيجا زيجا باه اي استهبال تفضل تحت السميق تحت السميق بشويه عندك انت صديقي فارس عندك تحت المخده غلط صح سنتو هذيك تحت الخط الاستوائي لا عندك مهدي تحت خط المنعرج الداخلي فارس تحت تحت الفراشيه مرة أخرى فيش نزيخ خوي قداش فرشية ودي كيما تغطي تحكي معانا سودة دل اخرج اخرج من الفرشية بانكا تحت الياسمينة في الليل سحر بانكا تحت الياسمينة في الليل عندك مهدي تحت الميكرو عندك موح فارس عجزتني راجح باي تحت نقولوا نحن تحت الخزانة إجابة خاطئة قال فما حلال فما حرام كاش كله باناشي بانك تحت الكنبي تبع يا سيبون سيب فما حلال فما حرام كاش كله باناشي حسيت اقترب يا فارس حسيت اقترب بدل 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 يا سيدي الثالثة الثالثة اللي كان جاوب فيها صحيح تربح تبدأ أنت ولا تخلي شكون من جماعة يبدأ لا لا خلي شكون من جماعة هاو يعطيوني في فرصة هما ديجا عندك من البارول الثالثة من عند أفيرو قال حكيت مع البحر وقتلو عندك سحر سيبني سيبني شبيك مسخ شبيك لا هذاك انت يا في الزهره يا في رادس وقت في روير ما قلت شيء للبحر تعارك معاه حكيت مع البحر وقتلو نشكيلك نشكيلك قلت البحر نشكيلك الجبل هذاك قديم هذا نشكيلك وقتلو اللي في قلبي حلو وقتلو شبيك تكهرلي لا قلت له علاش ما تحبني تعرف هالغنيه ولا حاول تذكرها بزرك سامحها لا والله ما نعرف وقلت له شبيك مسخ نحب نغطس فيك اباي هي نحب نغطس في البحر شنو صنح والتلوث همش وقلت له حوتك ما مخطر لا بي في الجو هذا نفكر اللحن يا فارسي محاوله قلت له وقلت له حوتك وين مادام مهدي قال نفكر في الجو هذا محاوله اخيره ديرني تور دو تابل عندك وقلت له اللي ما قالوش غيري حلوة وقلت له راني باش نشرب من الماء نتاعك ولا طير قرن صحيح هكاكا غلط يا فارس وقلت له نشكيلك همي مرة أخرى عندك برشا هموم راهي هذيا الإجابة الأخيرة ثبت مليح وقلت له إيه باش نعطيك كلمة باش نعطيك كلمة من عندي أنا وقلت له اللي موجك تفكرتها عالي فك شو يا تجاوب يا تخسر خاطر عنده الإجابة راهو كم فكرت تفكرت قلت له اللي موجك اشبيه موجو من بعدها يغرق في البشر اللي من بعدها بالضبط بعد الكلمة موجك موجك غرق كرة عاد شنو هي اللعبة قلبني نجاوب في بلاصتك نخسروا خسروا ليه ذاك عبد القادر المقدير حكيت مع البحر وقلت له اللي موجو مجرم إجابة صحيحة للأسف صديقي خليت الزوز من ناقل بقيمة 350 دينار من عند لابو شريف يعطيك الصحة يا فارس مشكور على الاتصال نعملوا ترتيحة بالبوب وبعد راجعين بتليفون مهم جدا يخص كابتور ما هبطش عندنا المرة هذه هبط عند الأستاذ منير بن سعر حدو تسويت كابتور تكرام ماضي ساعة و 22 دقيقة في فيما احلى راديو رجعنا لكم جديد كابتشور ديكرون مشيو للبوست اللي من بعد واللي جاي من عند المحامي منير بن صرحة اللي ولا زاد هو يكابتر ويهبط على الباج متاعو من الدمار اللي قاعد يشوف فيه باز ومن السكيزوفرينيا الحادة اللي يعاني منها ولاد شعبنا الباهين الكومنتير الأولاني كان فيه هو كابتر وهبط هو عمل عكسنا غطى الناس الكل كان اللي حشتوا بيه اللي في القمارة قال من أفسد معرفة المحاماة نعرفه مليح واضح شوية بعدها نفس السيد في نفس البوست يكتب كما قاعدين تشوفوا معنا لهنا في الشاشة أقرأوا الكومنتير مليح مليح باش تحسوا اللي لهنا مش نفس البشر صارت رجلة صحيت الكومنتير اللي بعده
قال فيه بالحرف الواحد، ولا بحالك مكتب برشا باش قال مكتبش واحد بركه مسكين والله. عندك الكومنتير غاديك يقول يتعذر علينا الرؤية. سيمونير أي. من انظف الاساتذه اللي صادفتهم في حياتي، وعن تجربه شخصيه في قضيه الوالد وقف معانا وقفه عمري ما ننساها، ونعتذر منه اعتذار شديد كان غلط في حقه باي كلمه. سبحان الله. هوني يظهر لي حل شركه معمل نتاع دينال يحب يسوق للنظافه وشوفا دونك دورها من انظف ما ريت وما خلنا نقرا جوست حبيت نفهم انت سبحان ومغير الاحوال انه شخص في اقل من درجين ولا قداش يكتب من الاول من افسد معرفت من بعد من انظف الاساتذه. به تعرف حفر حفرة لأخيه وقع فيه هو هذايا وقع فيه وما حدش سمع عليه. الفيت اللي انت تحط جوج كومونتيرات كومبليتمون معناها الوبوزي هو معناها موقفك ماهوش صحيح. انت تو نو بونس ني لا ني لا، معناتها انت في الموقف الاول ماهوش هذاك الفكره نتاعك، ماهيش الفكره نتاعك، في الموقف الثاني ما يجيش الفكره نتاعك. دونك النجم يكون وراه شخص قال له قول هكاكا والا هو يحب يزعج، معناتها عمليه من الازعاج، مي اون توكا ما عندوش مبررات. انت كي تحط كومونتير معناتها حاجه صارت لك جبتها من الذكريات نتاعك وحكيت عليها، هذا ماهوش يجبد من الذكريات، هذا يجبد من المستقبل. من نفايات هذا هذا يجبد من المستقبل. اش معناها؟ معناتها هو الى وحده وحده وقع فيه الى انفونتي اون هيستوار. إلا انفونتي بعد بدل رايو بيت على حال ومن بعد كي صبح قال لا احنا باش نفسروا احنا ما نعرفوش شنو صار في الباك اوفيس. معانا الاستاذ منير بن صالحه. اهلا وسهلا ومرحبا بك استاذ. بيك ومرحبا بجميع ضيوفك وجميع مستمعي اذاعه ياسين. شكرا شكرا. ايه يا سيدي انت كبترت وهبطت وبالاسم واللقب، انت بيدك متفاجئ من اللي صار على البوست نتاعي. انا هو شنو اللي صار ان أي. انا ما تعرف الانسان في الدنيا هذه اكثر حاجه يتقلق منها الاهانه على الملأ. اي صحيح. حاجه في البسيكولوجي نتاع البشر يقول لك اي حاجه الا تهنتني قدام الناس. انا الموضوع هذا مستانس بيه 20 سنه وانا نتسبع على الملأ، ما هوش هذاك المشكل. ماشي قلق. يعني ماشي قلق اصلا ما نقراهمش. وانا نحيي زركونا صديقنا عندي 10 سنين قلت له يا زركونا شنو الحل في المواضيع هذه نتاع العباد اللي تسب؟ قال لي فو با ليغ. سهل نسكروا ليميسيون احنا. فو با ليغ لانه هذوما مجعولين بوغ لا ديكونسونتراسيون نتاع البشر، لانه هذوما مجعولين باش يمشوك على الهدف الرئيسي نتاعك. كان قبلها قصه نتاع نجيب محفوظ اسمها الحرافيش. الحرافيش مجعولين هذوما باش يجوا للفتوه، صاروا مهبله يضربوا بالاحجار يقلقوه يضربوا بالتراب باش ما يمشوه باش ما ينجمش يعمل المعارك نتاعو. وبالتالي الحرافيش هذوما تحولوا الى عالم افتراضي ولاو يقلقوا في الناس. انا ما يقلقنيش، لكن احيانا ندخل بعض الناس اللي تحس الكومنتير نتاعو بني خاطر قال من افسد المحامين. اي لا نعرفه مليح. يعرفك. لا يعرفني مليح. خوف هذا. زرت الوجه ما عرفتوش، جيت الميسنجر لقاش حويجه بيناتنا، لقاه يتحدث معي على قضيه والده. موجود. يعني يعرفك مليح. المعامله قائمه معناتها سابقا. فقعدت نقرا في الميسنجر بطبيعه حديث متوازن وحديث نتاع حديث محتاج للمحاميه ويستخسر في خيره. اي. قلت لي هو ولد فلان. اي. مع نفسي باش نقولها لانه هو في الكومنتير الثاني قال عرفت في قضيه والدي. والدي اي. فانت تكون دونك انا نسمح لنفسي. دخل والده في الموضوع هو دونك سي بون. معناه هو قال دونك انا نعرف كلامه هو ما لم اخرق السر المهني. قال محامي عاد انت تعرف. الله خير. معناه لا 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 مش محامي اخلاقيا مرتاح مع نفسي معناه. هذاك هو. اللي هو بو فلان اللي انا ابليت البلاء الحسن اللي قضيه كبيره 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 ما نحبش نحكي عليها وخذيت عدم سماع الدعوه، واللي انا كنت باهي برشا مع العائله هذه على جميع المستويات على المستوى المعنوي والمادي والتنقلات والحبوس. وبو طلبني هو من السجن قالهم جيبوا لي فلان. وعائله طيبه ياسر ومراه طيبه ياسر وبو راجل طيب ياسر. الولد مش طيب ياسر. اش توات عليه لهنا؟ ما فهمتش. اي وانت قريت الميساج اي ريتراكتاسيون نتاعو على الموقف كيفاش صارت؟ هاوش عملت كبترت انا الوحده هذيك الكلام نتاعو الخايب. اي ف
بعثوا له على الميسنجر وبعثوا عاد منافس عمل له معاينه. اي والله فويس فيه شكايه لوكيل الجمهوريه. كتبوها في زوز دقائق شكايه محرره والمعاينه حاضره في درج جاوبوا به. ها هو تصدق على الاخر دار 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 النجاح بغير باء. والله ماني عارف في ايدي امينه جاوبوا به دار المحامي باش فصل. طلبني بالوقت بعث لي ميساج قال لي اش فما قلت له لا ما فما حد شيء كل خير وبركه ان شاء الله راني من ولد فورين وما نقص حد شيء ونفدلك عليك بغيت غششت تولى تفدليك غششت المحامين من نفذ المحامين ليش نتغشش بالعكس انا حد روحي باش نشطح قلت له معناه معناه علاش شو اللي غش العمليه وين الغش كلمه خايبه قلت له كلمه خايبه هذه لا قال لي معناها ما نفدلك عليك وانا ما نقص حد شيء قلت له انا بدي شنو شو القلق فيه من فضل المحامين خلينا نشوف كل الجمهور ايش يقول حق عربي بعد ربع ساعه صلح غلطه عمل لك الكومنتير هذاك اي هذاك ترتب الثاني بيان سور وزدتوا ملف القضايا هبل واستعباط مع بعض لا 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 طلبني ابوه وامه والله 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 الحياة حتى أمه كانت تسمع تو ومرأة طيبة على الأخر قالت لي أنت راك ولدي معنا قالت لي أنا بيت أنت ونقول تتكلم بشارة قلهم عندي وليد اسمه منير وهو شقال ما عنده حتى حد هو معاه في الكرب حتى حتى الأوبرنير يكلمه فيه يقول يا سي منير سامحني يا سي منير تخسر تخسر ويقول لي سامحني ما قطعت شيء معنا خاطر فرد وقت يكلموا العائلة الكل والبو يقول لي راني معنا بو راجل طيب راجل من كوادر الدولة موظف نتاع دولة وراح عطاه البلاد معناها وقته ودمه راك تقعد بيت يا اخي شنو اللي قاعد صاير في البلاد؟ ما قدمتش شكايه لانه طلعت للعائله قلت له تو ننشر هذاك الاعتذار نتاعو وقفوا له ام وابوه معناها وقفوا له ام وابوه ناس طيبين ناس طيبين بالحق قالوا لي احنا طالبين منك هذا وانت كان تفضلت اعملها على خاطرنا وكان ما تحبش ما يسالش أمه تعرف قالت لي مرسوم 54 في حبس حبس المواطنين سامع الحاج عفوه 54 في حبس الناس تعرف وليت واعية راهو ما عادش تفديك الحكاية هذيا والله انا من قبيلة راهو جبتك زوز ثلاثة قضايا راهو انا اليوم برك كلهم ما حبوش بالاخر يمشيوا فهمت اللي يبدو يبدو انه فما ناس نحسوا كي نسبوهم موجودين كي نسبوهم ما يقراو الناس مثلا انا سبيت منير بن صالحه يا اخي ليه يديا هو محسوب يا اخي ليه يدرى فين ليه قرا لي ما يتصورش في مخ لحظه من اللحظات العبد هذاك يدخل يقرا كومنتير في وسط ستاتيو في تلو كومنتير فهمت معناها يقول لك وهي كلها زهر معناها فهمت خطفت له مش بالعاني فهو مش يقول لك امبوسيبل باش يقراها باش تلاقيها وقت باش تلاقيها بيا انا فهو يعملها تزلفا يصاحب التدوينه مثلا نجي نقول راجح به وعليه قلنا نعرف احكي لي بتحكي لي انا هكا تو والله خير هكا يعجبكش زاد راجح يعجبكش انا نقول لك على تاريخه هكا دونك شو يعملوا؟ يجيو يدخلوا في دي ستاتيو باش يتزلفوا ويتقربوا لصاحب الستاتيو شنو هي مآربهم؟ نقلق يمكن نتقرب رمي صناره مثلا رمي صناره حاجه اخرى فماشي خبر فماشي حاجه فماشي خدمه ما نعرفش لكن يغيب عليهم في اللحظه هذيك تاع التحول البسيكولوجي نتاعهم اللي فما شخص ينهش لحمه اللي فما شخص عنده اولاد عنده عائله افسد المحامين يا من افسد المحامين واعرفه جيدا ماني انا بورتكوا بالحق تجي منهم هما بالحق من حاجه تجي ما عند عبد ما يعرفكش لانه انا فما زوج منير بن صالح راجح فما منير بن صالح صورته وسائل الاعلام وصورته للسوشيال ميديا. وفما شيطان وخبيث وكذا وشنو هو فما منير بن صالح رب العائله. وفما لوريال لوريال لا مش رب العائله لوريال. اللي في الدنيا معناها اللي في الدنيا. وانت اللي قعدت معايا مع قهوه في وين نقابه الصحفيين. اكزاكتومون. انت تعرفني فهمت؟ كل منير نعرف. فما ناس تبني على منير الاخر افتراضي اللي هو قال لك شنو وشيطان ومحامي شيطان وما الى ذلك صوره اخرى. فهمت هما عباره يرجموا فك ستاتو الفيرتوال اللي تخلقت لك الناس اللي يسبوا في منير بن صالح الافتراضي ما يقلقونيش خاطرهم ضحايا صوره اما الناس اللي كانوا معايا ما خبز ملح وقعدوا معايا ويعرفوني مليح تركوا
وكثيرا ونشكي. باهي يا سيدي، سؤال اخير ونختمه. تصور كان نشوف الديناميك هذايا نتاع الشكايات تكثر على العباد اللي قاعده تكومونتي، تعرف اللي المرسومه 54 كما قالت الحاجه راهو يهز للحبس. كان في كل انا واحد عليا معناتها تحب تعمل لي ليستينغ نتاع العباد اللي تقدموا بهم قضايا بالكومونتيرات اللي قاعدين يكتبوا فيهم، فمش من حد من الظاهره هذه انا مستعد، ابعث لي نعدي. تخف شوية الأمور، يرجع شوية الوعي، أكل كومباسيون مع العبد اللي راهو ما وراء الإكران، راهو حياته وأحاسيسه وعائلة وصغار وبو وأم. خف، يلزم العبيد هلو. يلزم العبيد تشكي خاطر هاي يا ولا تاو نسمع فيك، يلزم العبيد تشكي تشكيو يشكيو، واضح. ليش؟ على خاطر راهو فما فرق، العباد عامله أملغام وعامله خلط من حريه التعبير و54. راهي حريه التعبير ما عندها حتى علاقه ب54. وحريه التعبير ما عندها حتى علاقه بقلة التربية، تكونوا واضحين. لا واضحين، راهو قلة التربية وقلة التحية حاجات، يجي نسب بشر. شنو حريه التعبير؟ لا لا عايش خويا، نعاقبك أنا. تقول لي أنا عبرت على غلاء المعيشة، عبرت على غلاء العلوش، عبرت على البيطالة، عبرت على الحرقة طبعاً. حق في التعبير ولك فضاء انت تعبير. اما تجي تكون فلان بن فلان بيه وعليه قولها ياسر، هذا سلب في العموم. اي على الملأ اللي مشتري يتفرج خل احسن الملأ، لانه كنسبك بقهوه يسموني 20 يا راجل. اي في الفيسبوك ما عادش تتشد، في سيت مليون اكزاكتومون. بالتالي معناها كي تقدم العباد تقدم بشكايات، انا والعباد راهو اللي يعملوا عامله كيما هكا من بعد يولي يبكي. وي انا بيا 99% راهو قليل اللي يقول لك انا شجاع ومتحمس ولدي راهو. كي يطيح في المنداف وقتها عاد تولي بكي وغريب. الكل هم ماشي في مخهم للفضاء الافتراضي وهو فضاء غير معاقب عليه. ماشي في مخه التحرش في الانترنت مش معاقب عليه. التحير في الانترنت مش معاقب عليه. السب في الانترنت مش معاقب عليه. الدعوة الإرهاب في الانترنت مش معاقب عليه. ماشي مخ الانترنت فدليك يا العباد التوانسه راه مازالوا تي نلعبوا نلعبوا ما لهمش اللي هي هذيك وسيله جريمه. تصب دينار لايت في تليفونك تمشي للحبس، مش مدخلك سكينه قتلت بها بشر كيما الفيسبوك استعملته باش تضر به بشر، باش تنشر به الكراهيه، باش تدعو الى قتل البشر، باش تدعو الى صحه البشر. يا اخي شكري بعيد باش تقتل بعيد، تقتل مش بالشيطنه. صحيح قتلوا عامين وهما شكري بيه، شكري عليه لان جا واحد قتله ولا مجموعه قتلته. يا اخي غير. يا اخي نجيب محفوظ مستدغر في 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 في, في مصر جائزة نوبل جراء وقتها التحريض عليه عيوني في كذا في كذا، جا واحد معتوه بيغرب سكينه في النيل. محفوظ ما ادراك هاي الانترنت، يعني هاي الكومنتريت. كي تجيب الانترنت وتبدا تحرض تبدا تدعو الكراهية وتسيطر بشر فدليك ما هوش تفدليك. يعطيك الصحة سي منير، مشكور على التدخل نتاعك، ان غرون ميرسي. شكرا. الحمد لله متى وضحنا الامور شنو صار. ان شاء الله السيد معناتها يتعظ وغيره زاده كيف يتعظ. مشكور مره اخرى متر منير بن صالح عندك كلمه. انا من منبري هذا نحب نقول له سي منير فدوى ليست بريئه. يعطيك الصحة. ودي كنا ماشيين. يلا ترتيحة صغيرة وراجعين حتى الماضي ساعتين هذه كابتشور ديكرو. ماضي ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم من جديد. هذه كابتور ديكرون، طريق السلامة العباد اللي في الثنايا الكل ماشي نتبححوا ماشي نتبحروا. صحة ليكم سيسر ويحكم وحيدة وحيدة. باهو الطقس يظل مريح شوية على ما أظن، تجي بعد أنس توضح لنا الأمور نتاع الميتيو هكا ولا سي ماجد. خلينا نستوم. وفي الأثناء باش يمشيوا يبحروا بالدراهم هكا ولا عندنا جو تاع لو جران كويز 1200 دينار للربح إلى حد الساعة في الكانيوت، عندنا 600 دينار ومعنا يسر من الكرم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا يسر. عسلامة صباح صحة بخير الحمد لله. الحمد لله. فسر لك الجو فيت في، عنا كل سؤال جاوب عليه بصحيح عندك 100 دينار. الأخيان اللي سبقوك لعبوا كل واحد لم في الكانيو 300 دينار على ما أظن وخرجوا دو جوكير. دونك اون تو اي بوغ تو انت عندك جوكير وعندك 600 دينار. واضح. ومازالوا لك 5 كيستيون. إن أحسنت التدبير والتفكير مبروكين على أختي ل 1200.
يا رسول الله. يا مسؤولي يا مسؤولي. والأسئلة، قداش عمرك يسر ساعة قبل كل شيء؟ أنا عمري باش نعمل 22، حط واحنا 22 باش تعمل 22. والأسئلة قدم شوية راه. صعيبة الحكاية. شوف لنا وحايد من جيل الذهبي كنت نجم صحيح يعاونك يدز معك في الأسئلة، أما فيلمتنا ونتصور اللي موجودين. شوف هذوما لا يتقراو لا في فاك لا في ليسي. عامة موجودة قدرة ربي لابي. ماهيش عامة يا سر. ياك باك باش تشوف الثقافة العامة. حاضرة. بسم الله وبالله حاضرة. نقصدوه. السؤال لين. أنت في سباق. تجري على روحك وسبقت الثاني، شنية المرتبة متاعك في السباق؟ انا نجري معاهم مش وحدك عادة. اي قلوا واحنا نجري انا مدام الكوتش دو في متاعنا هي قدامك الكوتش دو في قدامك ودوبلت عليها هي الثانية نقول احنا راجع الاول وانا انا لين الثانية انا باش نجي. وعلاش حطيت روحك سبقتني انا سامح وراجع الاول شوف يا برو نجري اكثر منك في كل حال. لا 100 دينار على القفة ساعتها اخوه كيفاش راجع الاول سيء 100 دينار وحق ربي 100 دينار مبروك 700 دينار الى حد الساعة حلو يس باهي باهي مازالونا أربعة أسئلة وجوكر. ركز مليح مليح، السؤال هذا يلزمه فتنة وحس فني عالي. أنت هذا أكيد عندك مع الفتنة. حاضرة حاضرة كل جوارحي. شكون اللي قال نتلاقاو من بعد فريقنا؟ ما عنديش كسويت راجل عرقوبة أخضر خلي راجع حتوي سلك شكون اللي قال امشي نجم نكمل لك الغنية كنت تحب اللحن هيلك تفضل تفضل مش مشكل مش شرط اسم اللي غني راه عطيني الكوبلي كامل ترى نتقاب من بعد فريقنا كنت نقول محل القاك وتلقيني الله 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 ما معاش تغني 800,000 وحال نلقاك وتلقيني تاخذ عليها 100 دينار. شو اسمه بالله شاب شنو شاب عمرو شاب عمرو شاب عمرو اللي غناه يا حسره شاب عمرو عمرو ليه ليه ما تغنيش نحيل هالمية هذه يظهر لي على اوراق 22 سنه اما غير المو 48 سنه عايشه ما كان لي جوار هذوك نتاع الفريق فما زوز ارواح بخلافات ما عنديش جازيك سما مطلقه فيه اي اي تغمغيمه نتاع روشيرش صحيح ريحه النفقه عشنا برشا حاجات في سوق اي والله العظيم كوفيد واحد و 14 سنه يا يسر عندك 800,000 ثلاثه اسئله وجوكر ليه نحب نزيد نلعب نحب نزيد نلعب السؤال اللي من بعده ركز مليح مليح معك بقديش سوم لقيده عام 2001 حلو 100 مليم 100 مليم يا انا تشعل في النار بين صحابك بني بني على عجله نفكرها 900 دينار وقتها على البابور باللقيده هي مولود 2002 راه قلت لك عايشه مرتين قاعده تعاود دوبلت في دوبلت في كرشم سخونه في الكرشم برشا نار اي يسر نكملوا ثلاثه اسئله مازالوا زوز دو كيستيون ان جوكر 1200 دينار في الكانيوت قرب جمع. قرب عندك 900 لحد ومازال عندها جوك اسمع السؤال هذا هاي بسم الله شو اسمه العلوش اللي فرطوا الكل كحله عليه الاحراجات يعني نسيت العلوش بالوين وين راجع عندي بديت اللي حد الرقبه يعيطوا له ادرع هاي. اللي فيه تاش كحله سردي كمل وحدك وخيتي هاي شرحبة مخك شكلي تفول هاي كمل لي عندك جوكر شو والله قلت لك العلوش نسيناه ما عيبنيش راجع عليه هاك مش نسيت لحم تبنينا راه العلوش هذا نسيت مطعم زيد فرجولو هاك على وزن قطار نجم نستعمل هنا جوكر على وزن حمار طبعا تستعمل اسكت تستعمل جوكر نحب نستعمل عندك جوكر ايست ايست 1000 دينار هي 1100 دينار ريالمون مليون و100 بي انا موجود المليون عند جهه يعني ما تمسش نغزر موجود العلوش هذا كان عيطوا له التيبار نوع هذاك تيبار التيبار تي بار مشار. رابر تيبار فما تي بين تيبار فما عائله هم حاضره
السؤال الاخر وتوا ما عندكش جوكره وما قاعد لك شيء الا انك تجاوب وتسكر ال 1200 عندك يا ربي قوم يا رب من صلب التاريخ التونسي السؤال هذا شيخ واحد عايشة في عالم اخر ايش الربح لريدك سؤال اخرين يقول ايه شو اسمها العروسه نتاع الشوالق اللي كانوا يخرجوها قبل باش تصب الشتاء طبق الجا اي حطوا لي توا مليون ومية وصار نبعث لكم الريد نعرفها اسمع اسمع قولي قايمة يا قايمة ان شاء الله تروح قايمة قايمة يا هلولة ان شاء الله تروح مبلولة ما هيش هلولة ما هيش مبلولة هيدي قايمة هيدي قايمة انا عندي ثقة بسيد الريم في رئيس ما عندي في ثقة صحيح ما عنديش ثقة انا صد دونك الاجابة نتاعك النهائية قايمة قايمة يا بنتي زي ثبت بك شي قاعدة الإجابة قائمة ولكن الكانيوتا راقدة للأسف اسمها أمك تانجو العروسة متاع الشوارق اللي كنا نخرجوها قبل هو أنا ما عندي ثقة كان في شي رئيف راح سي 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 هالسكرتيرته وخرج بورت من سكر شافك بيه للأسف يا يوسف سؤال الأخراني قعد في الكانيوت 1200 دينار قعد سؤال في الأخر ماهيش قايمة طلعت أمك تانجو يا نسيه تربت ربي الشتاء ومن بعد ينفخوها بالشتاء معناتها شو قمة البلاهة المعتقدات نتاعنا حاجة تعيف ياسر قمة الكفر ما نبداوك غضب علينا ما عادش راهو في بالك وفما صارت الاستسقاء وباقي أمك تانجو تخرج ليه ما فيهاش ما فيهاش يلا يعطيك الصحة خلي لي كلمة الختام وما لا تبح بيها عملتها عندكش على شكون تحب تسلم يا يسر نسلم عليكم الكل أحلك كل جمع تبع فيكم يعيشك يا خبار إن شاء الله من حسن إلى أحسن ونقدم تحية أختي ماران حبنا منها بديكاس غدوة عيد ميلادة إن شاء الله كل عام وهي حيا بالخير مرومة بالفن هي بالموسيقى فرحنا بيك إن شاء الله عرض إن شاء الله على قريب هاي كوني عرض أبقى نعم هذا كل روا أنا ما عنديش كسويت رش هاي واضح ليه واضح والله ما تستحقهمش أصلا يعطيك الصحة دين بحب حرويحكم انتي بعض عروح ونخاندو يلا فاصل الشيري زي المراجعين مكملين معاكم في كابتور ديكرون حتى الماضي ساعتين نذكر قبل اللي هزوز من يجليت الزومة بقيمة 350 دينار من عند لابو الشريف برضو سنتر مازيرو قاعدين بحثين راهو للربح 31 380 ألف مرحبا بكم الناس الكل لجران كويس قاعدوا فيه 1200 دينار باش نكملوا عليهم الجمعة الجاية معناتها 1100 دينار بلوس 1200 بتاع الحلقة الجاية فاصل الشيري وراجعين توت سويت ما زلنا معاكم في كابتور ديكرون مع لي بوست نتاعنا البوست اللي بعده جانا من عند هاشتاغ ميديا تصريح للمايسترو عبد الباسط بلقيد في برنامج ناس الديوان مع العلمي سماح مفتاح قال فيه بالحرف الواحد أصل نصري فنانة عادية جدا بالنسبة لي أنا اللوم على إدارة مهرجان كارتاج كيفاش تهبط الأسوام في الليزافيش أصل نصري 90 دينار ولطفي بوشنيق 40 دينار احنا كالعادة عملنا طلع على الكومنتريت الحقيقة لقينا عمالقة في الفن والتحليل النفسي والبروفايلينج للسحر دخلولك في الميتي متاعك هاي يا سيدك يا بن سيدك نقاو زوز أنفار عاملين حوار متبحبحين في الباج متاعهم لولاني قال تحب الرسمي الصالة نصري خير من لطفي بوشناق برجولي بتنكملكم وصوتها لا يقارن بأي فنان على الساحة العربية حاليا هذا ايش كنت حاب نولي كلبها في باج الصالة نصري كليب الفنانات هذا ما نعرف تجاوبوا الأخت ايش تقول له فعلا هي كصوت جميل وفيه إحساس أما
كشخصية طبيعتها نحس هكي وردة الغضبان كومبروندر برا لوج عليها كيفاش تمت المقارنة. تصور الأخت هذه معناتها اعتمدت تقنية البروفايلينج باش طلعت الفازة اني صالة ناصري من غنياتها تشبع الوردة الغضبان في طبيعتها. هي مادام ما عدا سي ان بيرسوناج بوبليك بالنسبة لي احنا الشخصية العامة معناتها مباحة عنا الحق باش نحكيو عليها باش نطيحوا القدر باش نفصوا باش نحلوا العبيد يفهموا في كل شيء دونك يعني وردة غضبان انت مثلا عبارة مش سفارة هي كي قالتها راهو تتهكم على وردة تتهكم على سبا الحقيقة كيفاش قالتها معناتها وردة الغضبان ما معروفة تشعل فيش عفيش خلط اما كشخصية الفن وحكينا فيه وصوت اما كشخصية لهنا حابه تلقى لها تصويره ما لقاتش جات مسكينه في ورده الغضبان صفار ورده الغضبان انا تعجبني على الاخر في مواصر في دارها وقتها ولا لا هي بتاع عائلتها ولا الله اعلم تحيه لها داير شو مش هبدك في المراه باهي ورده الغضبان توا انت في هاشتاج ميديا تحكي على اصاله 90 دينار لطفي بوشنيق 40 دينار شو مجبدك في ورده جبتنا في ورده لازم تشكي بيك ورده راهو في بالك ولا راهو مكتبش يحب يخدم المطعم عندي نمرو منير بن صالح كانوا معايا قبيله حب نسحق نمرو في حاجه احترموا نفسكم يا اخويا اسمع على ذكرى صالة وانا عنده غنية تعجبني ياسر خانة الذكريات فيت في شو تقول فيها هي قصتها مع الاكس نتاعها باش تحسوا ليها معاش يهمها تقول له يلا عادي مش حكاية يعني مش طلبة غرامك نسيتك مش هتفرق شيء معايا حتى مش هتسيب علامة يعني نسيتك نسيتك فهمت كريمه اما اعراض انسحابك زي ما هو كان ادمان من حياتي مش هضيع مش هضيع مش هلومك واضح واضح مش هعيش جوه شخصية الضحية واضح جونا به فجأة بعد ترد حياتها كلها عبارة قلبها خانات خانات وكازي فهمتي خانات خانات وكازي وكل خانة حطت فيها حاجة مش هعيش جوه شخصية الضحية يلا عادي يلا عادي يلا عادي باه هي جت على جرحي يعني ما الجرح بالكم في قلبي عادي يعني بس كان في شبر فاضي قلبها عنده في تركينة فاضية حط جرحك فيه وزود اسمك جوه الخانة الماضي وجرح في خانة التعاود زيد تحط عندك خانة اللوطة التعاود هذيك واسمع في خانة الذكريات تحط اسمك في المواقع تنش تكتب اللوطة عندك سباس وبالنسبة بعد البطين الأيمن معناها جزء دميه شوية بحذا الفالف اكتب اسمك غادي اكتب اسمك في خانة الذكريات بالنسبة تحت خانة الملحوظات هيك اللوطة بالكل يمشي صحح اكتب ان الجرح واقع اما في الخانة حنرجع اكتب انه ما عادش نافع يعطيك الصحة أخويا مهدوش جو باهي في الأغاني يفض في أموره لا يعطيه الصحة عنده ثقافة غنائية ثقافة فنية ثقافة كبيرة برشا عنده حدة أخرى زادة أي؟ عنده ثقافة شعرية مش يشعر بالناس يشعر بالشعراء هذيك الفازة فهمت يشد الشعر يسيب شعره على شعره ويشعروا مع بعضهم هذه حاجة جديدة باش عمل أخونا مهدوش في إطار بطبيعة ديما في إطاره لا لازم نحطه في الإطار ما كان في الخانات تاو بالك يخرج من الإطار هذاك هذا يلزمك ما تفوتوش صدره عجوز لا تبحر الدنيا ومشينا يلا سيدي توت سويت أميرة الشعراء يا غالي مرحبا بكم سيدي في أمير الشعراء هذين ناخذوا فيها قصيدة ونحلوها سيدي عندنا قصيدة الناس كل تغني فيها وكذا بشيء ما يعرفوش لشكون منسوبة هي منسوبة لسيدنا يزيد بن معاوية ايش تقول القصيدة معروفة هي الناس كل حافظينها لكن بالغلط أصابك عشق أمروميت بأسهمي فما هذه إلا سجية مغرم مغرمي حلو واضح وصريح إيش بيك تفل بيه تقال له راني حبيت مش موضوع ألا فسقني كاساتي خمرا حشها المحل وغني لي بذكر سليمة والكماني ونغمي كيما أي مواطن تونسي قصها مشي عم في كعبات حشها الشهر وحشها المحل كيش هو أصحابه قالوا ذكرني تو احكي لي يا اخي الاخر قال له وش بيك تقولش عليك مهبول بليله كيما قيس اش قال له فدع عنك ليلى العامريه انني اغار عليها من فمي المتكلم حتى نسكتوا نقعدوا احنا ساكتين بسيادتك انت فهمتني جو ما تغارش حتى اصحابه وكان مده يقعدوا ساكتين اختنا منه غير يتكلم احكي بالميم وقتها فن الميم انتشر في البلاد اغار عليها من ابيها وامها زاد اخي مش بيرفير هذا تقولوا له بيرفير انتم مجتمع تو مش مريض يعني من ابيها وامها اذا حدثها بالكلام المغمغم تعرف شنو كلام مغمغم
كلام مغم هو التمتيمة. اي يعني نون سولمون يغير عليها فهمتي من الكلام، لا حتى هما بون ما تمتموش بعدها. اه يلزم نوع معين بعد كان في صيغه الامر يحكيوا معاها. صحيح. عادي اما صحيح. كالتربيج وكال تبحليس هذاك والجو هذاك لا هذيا تسمعوا امها وبوها امها وبوها ما عندهمش حق يحكيوا معاها. اي اي تدخل جهنم على خاطره فهمتي. ولا تو كان صيغه هذيا تو 2024 حسام مسكينه كادت فول نظيف وكذا يمشي يقول له والله يغير عليك ما نحبش نراك مع الطفل الاخر هذاك. هذا ولي توكسيك وبرفير ونارسيسيك والجو هذاك كبير للرسورس هيومين وتعمل رجعي والله ماني عارف. لا قصيده كلها ذكورية أغار عليها من أخيها وأختها. أي زادة تحبها مقطوعة من شجر أيضا به ومن خطوة المسواك إذا دار في الفم. المسواك كما نحن تو البروسادون السواك المسواك اسمه. أي. هو كما العدارك كما نحن تو كما البروسادون يحبهم هنت فهمني جوال. هذا هو أغار على أعطافها من ثيابها اللي ردوهم بعض أغاروا عليها من ثيابها. أي. هو قاعد يعري أنا هذا المطلوب هذا كلام حتى من اللبسة لا يودي لا. قصيدة معبية بالتستو هنقول ما فيهاش ابيات شعر فيها بيت عازب هذيك لا راح صباب الضاربه. أغاروا على اعطافها من ثيابها اذا لبستها فوق جسم منعم مقلحيه واحسد اقداحا ها الاقداح والكيسان واحسد اقداحا تقبل ثغرها. يعني قارن روحه بكاس فاهم انت تو دخلنا في خانه سو تاس هذا مش تاس احسن دخلنا في خانه فهمتني تطيح القدر والرخص مني واحسد اقداحا تقبل ثغرها اذا وضعتها موضع اللثم في الفم. بعدي يقول لها تترشف معناه اي يتلكك سيف في اوضاع بارده نعرفوا هذا. بعدي يقول لها بلغوها اذا اتيتم حماها انني مت في الغرام في ده مت بجلطه تكفى مت في الغرام في ده مش مزيانه برشا على فكره بنات وقتها ما عندهمش تقنيات لنحيوا بها الشعر باش لغمهم الكل كلهم باش لغمهم شكونوا منواض اي واذكروني لها بكل جميل فعسى تحن علي عساها. لا شوفك الشابة الخندودة هي واصحابوها لتربتي شوف الرخص وين وصل بي ميت يتحاسب منكر ونكير طط على راسه واصحابوها لتربتي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدمه فيتيشيست فيتيشيست طلع ها يحبذ الأقدام ولذا هنا عندك ليه مهزة شعرية أنت اللي فيتك أغرب أي يغنيوا فيها في المهرجانات صحيح. وفي الحفلات وعبد الرحمن محمد والدنيا ماكله بعضها والسولد اوت وكلها تغني فيها وعجبتها القصيده وعجبتها كي تسمعها مدندنه ومغنيه وكذا حلوه. جرب بنتي قل لها يا بنتي اكل مريول ذاك راه عريان شوي تقوم لقيامه وتجيب لك ابيها وامها وتضربك بالاقداح لا مش معقول هذا وتحطك في تربتك ثغره زادت تحطك بيه في جبينك امانه ياسر حكايه فارغه هذيك يا خويا مشكور يعطيك الصحه شكرا. تحليل معناتها واضح ودقيق وصريح الابيات الشعر اللي اليوم نغنيوا فيها ونستعملوا فيها أحسن. اما كان تعملها في الدنيا وتطبقها شد حبس شد الحبس وهو كذلك. لا سحر الواتي خلي كلمه ختام ولا عندك ما تضيف على البيت اللي كنت تسمع فيه. لا ما عندي ما نضيف 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 جو نضيف امور نظيفه جو به نقص شويه على المراه وكا نقص شويه ما قال حتى شيء مرجي حتى انا في نعطيك شعر راهو على الرجال نوريك الرخص على اصوله حلو تولي اسمع كلاش انتربوزي شعر شعر يطلع النيفو نتاع ليميسيون الكل ما يتفرج فينا حد ما الله غالب امسيه شعريه تولي ونسكروا بعد شهر. يعطيكم الصحه الناس الكل يا سيدي بهدي الوسلاتي سحر الواتي. نذكروا الجو نتاعنا في الكورون كويز مازالنا 1100 دينار في الكانيوت الجمعه الجايه ان شاء الله تنجموا تطلبوا من توا على 31380000 عندنا زوز منيكلات هذوما اللي قدامي لي كوبر وريمون دانييل من عند لابو الشريف بارد وسونتر زاده كيف كيف للربح. الاسئله سهله وفي المتناول محمد شحف في الاعداد عزه تويتي في الاخراج معنا سفيان لكحل في الغياليزا ديجيتال كنت معكم انا راجع زنجير نقول لكم طريق السلامه الناس الكل بون ديمونش خليوا الكلمه للاونس تعطينا تذكير باحوال الطقس تشاو.